حضرونا وكرمونا قسم بالله ونقسم بالله نقولها قدام الحاج كيلاني قولها علانية اقسم بالله العظيم نهار اللي جيت كي تحادث ديتني الوهر كرمتني اول مره حفيد شاهد بغا غدا حضروا اول شاهد حكينا خويا هذا هو الاول انا تمشى به جبنا كلشي بعرقنا ما طلبناش الدوله باش تخدم احنا حتى نبغوا الدوله نبغوا الجزائر وتحيا الجزائر سمحت نموت على هاد الناس نخدم بدون مقابل انا كنت بنيتها بعرضي ما قراش الجزائر تعطيني لا انا زيد في الجزائر ولكن كما قال الحاج بارك الله فيه على هذه الكلمه اللي قالها غير حضرهم يحضرهم ما انا ما انا كادر ما غادي يزيد لي في العمر ولا يزيد لي تسموه غير تحضره وتقيمه حاجه كبيره هذاك الصحه ها لا هذا كرام نداوي